على مستوى العالم كله بنلقى دائما الضغط الشعبي بدي نتيجة. وحتى شفنا كثير من الدول اللي قاموا شعوبها بضغوطات غيرت أنظمة بما فيها الفترة اللي بيعيشها السودان الآن من تغيير وتغيير كبير جدا. بيبقى هناك أدوار كثيرة جدا على المواطن في مختلف المجالات وفي أشكال كمان مرضى مختلفة. ومن ضمن الحاجات اللي بتأرق المواطن بشكل كبير جدا ويمكن أثرت بظلالها على مستوى العلاقات الاجتماعية، أثرت في كل جوانب حياة الناس، مسألة الغلاء. والغلاء اللي أحيانا بنلقى ربما في بعض المبررات الممكن يعترف بها بعض الناس، لكن لما تبقى المسألة كمان فايت حد المبررات دي تبقى دي إشكالية كبيرة جدا. بتتطلب من الناس مجهود مختلف، بتتطلب من الناس إنهم يبادروا وإنهم يقدموا أطروحات مختلفة تلقى صداها وتلقى استعداد الناس للتفاعل معها وإحداث الأثر المطلوب. في مبادرة تم إطلاقها لمقاطعة اللحوم. بدون شك الجانب الرئيسي في الموضوع ده الغلاء الكبير. سعيدين جدا أنه نتناقش حول الموضوع ده مع مؤسس مبادرة الغلاء أو مبادرة سودانيون ضد الغلاء الباشمهندس مجاهد جعفر. أهلا وسهلا ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البدء يعني نشكر قناة طيبة على استضافتهم لنا، وبرضو نترحم على كل شهداء الثورة السودانية وعلى كل نفس وسخت دماؤها الطاهرة في من أجل البلد ومن أجل الوطن ولأجل الخير. فديك بداية، وتحية لكل الناس المستمعين في القناة الطيبة والمشاهدين. حبابك مرحب بك. طبعا يعني نحن ما محتاجين نفتش كلام كثير، يعني نتكلم من الواقع لأن الموضوع أصلا ما في حياة الناس، يعني الموضوع ما محتاج له فلسفة وكلام كثير، مش كده؟ فمبادرة مقاطعة اللحوم دي تابعنا الإعلانات عنها طيلة الأيام اللي فاتت، بدأت مبارح هتستمر لحد يوم 15، مش كده؟ نعم. طيب كتدينا مدخل، عايز تبدأ بشنو؟ أنا محتار أبدأ بشنو يعني حقيقة. لكن في مجموعة من الأسئلة اللي حنقيف عندها. طيب أول حاجة نبدأ باسم المبادرة ذاته، مبادرة سودانيون ضد الغلاء. دي المبادرة الكبيرة بعد ذاك منها مبادرة مقاطعة اللحوم ولا شنو؟ لا، مبادرة سودانيون ضد الغلاء والجشع دي لازم تخدها، لأنه الجشع سبب من أسباب الغلاء. في أسباب كثيرة جدا، في أسباب تابعة للحكومة، جبايات الضرائب كده، ارتفاع أسعار في مثلا في حاجات تانية كثيرة، لكن الجشع ده واحد من الأسباب الرئيسية اللي هي بتسبب الغلاء. عشان كده نحن نقول مبادرة السودانيون ضد الغلاء والجشع. الجشع دي بالذات لأنه دي نحن الحسية ما هو مستهدفينا. طيب المبادرة ذاتها تعريفها شنو يعني؟ ولكن بعدين نحن جات للحمة ليه بدينا؟ هي ما للحمة بس هي عبارة عن نحن حاجة دي بدينا بيها لسه بعدها البيض واللبن ومواد البناء وأي شركة حتى الاتصالات، أي شركة بتلعب في الجودة أو ما تراعي للأوزان أو حتى في الأسعار دي كلها تقاطع. ده الشيء المختلف. زمان كان مقاطعة الغالي متروك، نحن هسه مش الغالي متروك، لا الغالي متروك تمام، البلعب في الجودة متروك، الما براعي للأوزان برضو متروك. وأي زول يستغل حوجة المواطن في زمن معين ولا أوقات معينة برضو متروك. الاستغلاليين يعني احنا ضربنا مثال واضح جدا للاستغلال، مثالين بنذكرهم كل مرة. المثال الأول موضوع البصات، لما الناس هي مسافرة للعيد تلقى ناس البصات شركة إكس بتقوم تبيع التذاكر بتحت في السوق. إكس دي يعني نموذج لأي شركة؟ لأي شركة. بتبيع التذاكر تحت بسوق الأسود، مع إن الناس قاعدة تلقاها واقفة وجات وماشي تعيد وما تبيع تحت، لكن الناس ما قادرة تعمل حاجة. يعني كانوا بيدقوا جرس بكورك وكده وبتاع، لكن ما بيقدر يعمل شيء. تمام. فالناس بتضطر عشان تشي تعيد مع هذا بتعمل 450، من 150 ترتفع للتذكرة 450. ليه؟ جشع واستغلال لحوجة المواطن في اللحظة دي. دي الشركة دي بنأدبها كيف؟ بنأدبها بعدين نجي ننزل يسيمة في الجروب بتاعنا انه شركة كده استغلت المواطنين في اللحظة الفلانية
وتقاطع لمدة 6 شهور، لمدة 6 شهور، سنة كاملة نقاطعها لما نقلب يقف. 6 شهور ولا سنة؟ سنة، سنتين إن شاء الله. نحن نحدد إن إحنا ذات المواطنين، مش هو كنا نحن. الحاجة دي خطة معمولة ولا ولا ولا؟ شفتها حنقعد فيها مع هسه حاليا، دي حاجة حنقعد فيها والناس بتقعد تحسب تضرب الشغلانية دي. لو الشركة دي اعتذرت وقالت تاني الحركة دي بتعملها وتبقى عبرة لباقي الناس الشركات التانية إنه ما تبيع لنا في السوق الأسود ولا تستغل حاجة المواطن دي، حنعمل لها اعتبار. لو لا لسه بيستمروا في الحاجه دي، الناس تستمر سنه سنتين 5 سنين، الناس تركب راسها حسب بعد ذاك. لازم كده، لازم ناس تواصل. انت كما شديد راكب راس بالضبط كده. دي الحاجه المهمه. الحاجه الثانيه برضو موضوع الخرفان. موضوع الخرفان دي يعني كانت 7 مليون. الزوج جايبها من حته، زي ما قلنا من حته، جاي يبيعها في المدينه ب 7 مليون، وزي ما قلنا هو ما زول بليد. 7 مليون ده معناها الزول ده ربحان فيها ومبسوط. ليه تزيد في 3 ساعات تبقيها 9 وتاني تبقيها 12 وتاني تبقيها 17 وتاني تبقيها 20؟ ده ما استغلال، استغلال لحاجة المواطن. ده الناس اللي احنا قاصدينهم بالجشع. السيدة دي جشع، ده جشع ما عنده علاقة بالعلف زاد ولا الدولار الجمركي ولا عنده علاقة بأي حاجة، بس عبارة عن جشع ما عنده أي معنى غير كده. فده بشكل عام المبادرة هي مبادرة وطنية، ما عند انتماء لأي جهة سياسية أيوة أو جهة دينية. خط على 3 خطوط و5 خطوط نهاية. أي جهة سياسية تتواصل معنا نحن ما عندنا أي علاقة. طيب اتكونتوا كيف؟ يعني أنت المؤسس، هل أنت جبت الفكرة بعد ذاك تواصلت مع مجموعة من الشباب وبعد ذاك شكلتوا الحاجة دي ولا؟ لأنه الآن أنت بتأكد أنه ما في أي انتماء لا جهة سياسية ولا جهة دينية ولا أي جهة ثانية. الحمد لله. وأي زول قادر يعني عارف الحاجة دي وبيجي بيقعد معنا يعرف الحاجة دي تماما، ما عندنا أي علاقة بجهة سياسية ولا دي حاجة. نحن دي حاجة ميزتنا من بعد. تكونتوا كيف؟ نحن تكوننا عن طريق شباب. تلمينا في الساحة الخضراء، شربنا لنا قهوة، قعدنا مع بعض وفكرنا وخططنا مع بعض على أساس إنه نحن كيف نودي المبادرة دي لقدام. كأصحاب يعني أنتم؟ والله ولا بنعرف بعض. سبحان الله. ولا واحد من الناس اللي كانوا قاعدين معي في الترابيزه دي انا بعرفه. انا بس في ناس اصدقاء لي في الفيس. انا لما نزلت المبادره دي بشكل عام في ناس قاموا قال لي خلاص اوكي نعمل المبادره دي ونتلاقى كويس. في اي زملاء لي بعرفهم دعموها، لكن ما قعدت معهم. يعني الناس اللي قعدوا معي في الترابيزه اللي هو دي شربنا الشاي مع بعض في ساحه الحريه، الناس ديل ما بعرفهم كلهم نهائي، ما بعرفهم. تعرفت عليهم اول يوم ده. 200 كان التاسيس بالضبط كده، كان قبل اسبوعين القعدة الاولى حقت التخطيط للمبادره قبل اسبوعين. لكن المبادره ذات الجروب اتعمل في عيد الضحيه. ايوه في عيد الضحيه قبل يعني يتعمل كده كفكره عامه كده، يعني كانوا 700 800 نفر كده. لكن لما قعدنا في ساحه الخضراء دي ما اكثر من اسبوعين ونص، على ما اعتقد كده 14 يوم كده في الحدود دي يعني. طيب انا بسال الاسئله دي عشان نعرف بعد ذاك. يعني الان انت ذكرت مساله مهمه جدا انه الكلام ده كله من اجل المواطن. نعم. طالما بقى من اجل المواطن ده معناها بيحتاج لتخطيط، بيحتاج لشغل مرتب، بيحتاج ل حتى ولو كانت هي فرديه وشخصيه يعني. هو نحن هدفنا الاول والاخير المواطن. ده هدفنا نحن. المواطن لو وعى وبقى عارف حقه المشاكل دي كلها بتتحل. صحيح. يعني نحن هدفنا في المقاطعه دي نشر ثقافة المقاطعة كوسيلة حضارية لإيصال صوتنا للجهات الرسمية. ما في جانب حكومي يحل لنا مشكلة الجشع ده، المراقبة والنيابة وكده 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 والجبايات والضرائب، ده جانب. الجانب الثاني اللي هو موضوع ال نحن كشعب، أول حاجة لازم نحن نرشد. دي واحدة من الحلول، لازم نرشد. يعني زول ما يمشي يشتري مثلا ده اللي مثلا 50 عيشة يمشي يشتري 100 عيشة لما نطبوز اليوم الثاني والباقي يجدعوا. لازم نرشد نحن ذاتنا في الاستهلاك عشان ما نكتر الطلب. اثنين، نحن ذاتنا نعرف انه عندنا حق في سلاح اسمه المقاطعة، من اقوى الاسلحة. في ناس بيجي بخسوا لنا ويقول لا مقاطعة شنو كده، اقول له نو. مقاطعة سلاح قوي جدا جدا. الناس اللي بيشتغلوا في الشركات اللي بيشتغلوا في شغل التسويق واللي شغالين في البيزنس عارفين انه السلاح من اقوى الاسلحه لمواجهه الشركات التجاريه. الشركه مهما كانت قويه ومهما كان ظهرها قوي وراس مالها قوي، بالمقاطعه لمده شهر شهرين ومن تقع نهائيا تقفل تفلس. وده على مستوى العالم كله يعني. يعني دوله كان دار تأدب لها دوله ثانيه بتأدبها بشنو؟
بالمقاطعه الاقتصاديه يا اخي تهدى لها دول. صحيح. طيب نحن يا باشمهندس يمكن دور الاعلام برضه دور كبير جدا، وده الحراك اللي بيحصل الان من الشباب، وذكر باشمهندس مجاهد انه بيتلاقوا في الساحه، وبعد ذاك مساله الوعي والتفكير خارج الصندوق، التفكير المختلف، التفكير اللي بيضع مصلحه المواطن في المقام الاول، هي دي مساله مهمه جدا، ولانه الشاب ذاته هو جزء من المواطن يعني بدون شك، يعني هو برضه متاثر بالحاصل وكده، وفي ناس يعني درسوا جامعات وطلعوا وعرفوا وشايفين العالم كله، والان العالم بقى قريه صغيره، يعني ناس بتتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بتشوف الدول كيف قادره الشعوب تعمل تغيير فيها بالضغط من خلال الوعي بالحقوق ومن خلال الوعي بالمطالبه السلميه. دور الاعلام زي ما قلنا دور مهم. خلونا نشوف عمو الماحي، ده واحد من الجانب الاعلامي اللي انتجته قناه طيبه الفضائيه قبل فترة يعني، والناس بتعاني والله من موضوع الغلاء ده من فترة. خلونا نشوف عمو الماحي ونجي راجعين نواصل. عمو الماحي حيقول لكم كلام في السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة يا عم الماحي. الليل عاوز لحمة والله مقاطع عليك. أنا أدي الكنيسة دي ربع عجالي جدا. الحمد لله عليكم، لا يعيد عليكم إن شاء الله. غيرت والله إنتو اسم علي مسمى جزارين شغالين فينا جزر ثقيل. البهايم دي ماكلة من مرأة طبيعية، والمويه تجي من السماء مطره، مغلينا عليه يا اخي. سمع انا ده ربع ثاني يا اخي. جدا يا عمك، نحن البهايم دي لما انتصلنا بتكون شالت ضرائب وجبايات وخشت سرخانات وضباحين شغالين فينا ضبح تقيل، الواحد فيهم بيضبح البهيمه الواحده بالشيل فلاني. عشان كده ما في زول حيجيكم ويشتري منكم، وكلنا كمواطنين مع حملة الغالي متروك، ولحمتكم دي اللي تاكلوها انت براكم. سلام عليكم. تعال 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 يا حاج، ماشي وين؟ في نازل بتكويك مال؟ جيب حق اللحمة اللي اكلتها الكديسة دي. انا اشتريت منك لحمة؟ انا مقاطع يا زول. انت ده مش كل ما الكديسة دي تقول مياو 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 انت بتقول لي اديها ربع كيلو؟ وانت ده بتعرف لغة القطط؟ لا ما بعرف. طيب أنا كنت مجرد مترجم. مياو. لا مياو على واجب. يعني الوعي، مسألة الوعي هي مسألة مهمة. عندك تعليق يا باشمهندس على عم الماحي والرسائل المفترض تصل يعني؟ والله عم الماحي لكن صيع الجزار بس. دي كل دي الحاجة اللي بعدها إلا الإحلاء. النقطة دي عايز أعلق عليها. انه في ناس كثيرين بيجوا بيصوروا لنا الجزارين، و يعني المقاطعه كانت قويه جدا امس، يعني اول يوم كانت كبيره شديد جدا جدا، فلينا احنا عملنا تعليق، فالناس كانت بتستهتر وبتستخف بالجزار، فانا بقول لهم اخواننا الكلام ده غلط، نحن ما هدفنا كده نهائيا، اصلا ما تستخف بزول ولا تستهتر بزول، نحن ما هدفنا الجزار ده. الجزار ممكن يكون عنده يقلل، نحن حنعصره عشان يقلل هامش ربحه، حيمشي هو يعصر ناس المسلخ يقلل هامش ربحهم، حيعصر هو ناس البهايم يقلل هامش ربحهم، فنحن الجزار ما هدف لنا، يعني نحن ما مفترض تكون مقاطعتنا وسيله حضاريه جميله جدا، ما هدف لنا نضغط لنا زول ولا نسيء لزول ولا نشتم زول، ابدا والله، والله ما ضد زول، لكن بس كل الموضوع ده انه اذا انت زايد سعرك كثير نقصها مش ربحك عشان المواطن، يعني هسه الليله انا جاي الصباح الليله واحد كاتب بشرى ساره 400 جنيه منزل اللحمه. يا يعني وصلت طبعا 500 وحاجه. هي 550 وفي حتات 600. ايوه. انت معناها ربحان كنت كم؟ نفترض انه كنت بتبيع ب 550، دي فرقت 150 وانت اصلا عندك ربح، هسه ما بايع ب 400 معناها ما خسران. ما دام بايع ب 400 يمكن يكون خسران من المقاطعه. ما اعتقد. ما اعتقد لانه هو شايف الليله منزل لحمه جديده كرت. منزل لحمه جديده كرت معناها شنو؟
معناه ما بايعها بسعر كويس. بعد الناس عندها دراسة يعني. فهو ذاته جاب أعذار ما كانت، وقال العلف غالي كده. قلت له يا أخي البهائم دي بتاكل من وطة الله يعني، احنا في الجزيرة قاعدين تمشي والله تاكل من وطة الله دي عادي، من خشائش الأرض زي ما بنقول نحن تمام. وفي الغرب برضو بتاكل من الوطة بتاعت الله دي. فما كان ما جاب أعذار منطقية. فهو كان ترافعها 150، معناته كنت تربح أقل شيء 200 200 يعني كثير شديد. يا باشمهندس مجاهد، يعني يمكن صح نحن الآن بنستشرف فترة جديدة وعهد جديد وما إلى ذلك، مستقبل جديد للسودان، لكن مسألة الغلاء دي في كل جوانب الحياة زي ما أنت ذكرتها، يعني اللحوم وغيرها، يعني هي واحدة من إفرازات النظام السابق. دي حاجة مفرغ منها. اللي كان ملغي أدوار يفترض تقوم بها الحكومة من سن قوانين رادعة ومتابعاتها وأشياء من هذا القبيل، هل بتفتكر إنه الفترة الجاية ربما يعني مع استصحاب إعلام مجلس الوزراء والحراك الحاصل بكل تفاصيله، هل قادر وأنت متابع يعني بتشوف إنه ممكن يأثر في الموضوع ده؟ 100% مليون في المية. أسنى نحن مستبشرين بالحكومة الجديدة دي. وأول ناس حكون خاتين يدنا مع الحكومة الجديدة وحندعمها وحنساعدها. بل بالعكس حنكون نحن كأداة، لأنه زي ما قلت لك في جانبين. في جانب بتغطي الحكومة اللي هي الرقابة والتسعير وشيل الجبايات والضرائب والكلام الكثير اللي في السوق دي، ماشي بكل محطة يدفعوك. دي الحكومة لا دور. الدور الثاني اللي هي نحن كوعي كشباب كشعب، لو ما عارفين حقنا ما حنعرف برضو الحكومة، ما حتقدر تقرأ عليك أي حاجة. يعني مثلا الحكومة توفر لك في بيتك، انت عندك البيت حقك فيه حياة غالية، تلاجة، لابتوبات، قروش، ذهب، أي حاجة. الحكومة لها دور إنها تعمل لك بسط شامل، أمن شامل، وعربات وكده، لكن تقفل بابك برضه. صحيح، ما تقول خلاص الحكومة هي دور الدور عليها إن صحيح. هي تحميني، لا، أنت بتقفل بابك وبتدزدش حياتك وتعمل عليك. فإنت صحيح. كشعب عندك دور. نحن شعب يعني كشعب نحن مفترض نعرف ثقافة المقاطعة. أي شركة دي لعبت في الجودة ولا في الأوزان ولا كده، تخلي النيابة تمشي تشتغل معهم شغلهم، ونحن زادنا بنشتغل معنا شغلهم عشان تاني تبقى حاجة رادعة. يعني تخيل لو إن شركة مثلا، مثال عشان أوريك بس الأثر، شركة زادت سعر مثلا بتاع زبادي أو جابت لنا بسكويت، أضرب المثل فيها ضبان ولا فيها مشكلة. لو مثلا إحنا جروبنا 6-7 مليون، من 4 نحن طمعانين نصل 5-6-10 مليون، 10 مليون قول، ولو قاطع لنا شركة واحدة 10 مليون يقاطعوها اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وهناك طبعاً يعني. والنيابة شغالة فيهم بهناك شغل محاكم، ونحن هنا جازرينهم برضو بنفس الطريقة بالمقاطعة. تاني على الأقل في شركة بتيجي تاني تستخف بالمواطن ولا بتستهتر بالمواطن. هو ده المفترض، الدور المفترض يكون عليه شغل الحكومة في المرحلة الجاية. الحكومة والشعب نحن عندنا دور، كان لازم نقالع بحقنا، لأنه هسه المقاطعة دي قاعد تجي زي ما قلت لك في دول متحضرة. صحيح. دول متحضرة قاعدة تقاطع. بالضبط. تمام. طيب نحن في سؤال خاص بمؤشرات النجاح، كيف قادرين تشوفوا نجاح المبادرة؟ لكن في صور برضو حنشوفها للمبادرة، الصور حدينا أثناء الكلام. فدي صورة خاصة للإعلامي، الإعلامي مش كده؟ تمام. أي إن المقاطعة الشعبية، المقاطعة الشعبية للمنتجات والسلع تعتبر حق مشروع للمستهلك اللي بيرى بأن هناك تلاعب بالأسعار. شوف ده موضوع الأسعار في ظل غياب الرقابة الجادة من الجهات ذات الاختصاص، ده برضو الموضوع اللي لسه كنا نتكلم عنه، لقمع ارتفاع الأسعار الغير مبرر. أيوة. وهو ما تقوم به جهات أو جميع المجتمعات المدنية المتحضرة لإيصال رسالة من جهاتهم للشركات والتجار برفض للأسعار الغالية، وذلك بأسلوب بسيط وهو الامتناع عن شراء السلع الغالية والاتجاه لسلع بديلة. طيب في مبادرات من نفس الاتجاه كانت سابقة قبال سقوط النظام، شنو بيفرق دي من ديك؟ طيب الفرق، أول حاجة نحن جينا بعد الثورة، ده أول مؤشر مهم جدا يعني صغطة. الناس بقت كلها على قلب واحد، بقت بتحس بالوطنية، بقت بتحس إنها دار تقف مع بعض. يعني قبل بصراحة قبل الحاجة دي الناس ما كانت اسمه شنو، ما كانت بتقف مع بعض، لكن الناس حسي بقت تقف مع بعض، والناس بقت كلها يد واحدة، والناس كلها حاسة بالوطنية. ده رقم واحد. رقم اثنين،
نحن الناس بتحارب الأسعار بس إن شاء الله أنا مفهوم طورنا أكثر من كده. نحن بنحارب الأسعار، بنحارب التلاعب في الجودة، بنحارب الزول اللي بيلعب في الأوزان، بنحارب الزول اللي بيستغلنا في وقت الحوجة. دي النقاط المهمة. ده الجدول إن إحنا حاول نبدأ باللحمة من يوم 5 لحد 15 سبتمبر، بدت من مبارح تحت الهاشتاج أشبع بيع. البيض اللبن بعده طوال مباشرة، حدد له زمن حسي بدينا نحن. عجبتك بن سليم في الحلة دي؟ عجبتك البيض يعني شو تهمه حيبوصنا؟ البيض هو نزل يعني من مؤشرات النجاح. حسي الحقول لك إن البيض نزل، كان من 170 وكان ب 210 في مناطق، حسي بقى ب 120 ايوه وب 90 في 100 في 100 في 100 وفي 90 وفي كان عصرته بنزل لك ل 70 كويس. طيب كان عصرته عصير ده يا اخي. انت لما تيجي تتناقش معاه برضه دي ثقافه مهمه. ما يزول يجي يقول لك الحاجه زادت. نحن السودانيين طبعا التجار اول شركات استغلت ثقافه فينا نحن، بيقول لك ادرس طبيعه المستهلك اي الكاستمر بيهيفير، بيقول لنا نحن عندنا في الماركتنج الكاستمر بيهيفير، شوف طبيعته كيف الزور الكاستمر ده بيتصرف كيف عشان تقدر انت تقنعه يشتري. السودانيين زادوا السعر ما زادوا السعر بيقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، هاكم ندفع يلا. دي لازم تقف. دي واحده من الوعي انك انت ثاني لقيت حاجه زايده بدون اي مبرر بدون اي فهم تقف ونقاطعها ونقف مع بعض. فدي حاجه من الاسباب الرئيسيه اللي خلت الناس دي يستغلونا، انه نحن ما عارفين حقنا شنو، وانه ما عارفين نحن نستخدم سلاح المقاطعه، ونحن ما قادرين نتحد مع بعض. دي نقطة مهمة. هم عارفين سلوكنا نحن السودانيين كيف، عشان كده قاموا استغلوا الحاجة دي فينا. فلازم تتغير الثقافة دي، لازم تتغير. طيب دي ده الجانب الخاص بالإعلام برضو، الإعلام صور يعني. أيوة دي مؤشرات النجاح في الإعلام. كل الشعب كل الناس شايلين البوستات حقت المقاطعة. الإعلام كله مغطي، الصحف مغطية، بدأت قنوات إعلامية تتواصل، خارجية كمان بدأت تتواصل معانا. دي من مبادرة كانت بسيطة بدايتها والله، كوباية شاي وقهوة سبحان الله والله العظيم. بس شباب دي الليلة دي الصورة دي دي حسي حاليا أنا. أيوة. قبل ساعة حتى لما نزلت البوست ده في ناس قال لي أنت عامل دعاية للناس دي، والله العظيم لا كان عامل دعاية ولا قصدي كده، حتى شلته عشان احتراما لرأي الناس دي. لكن دي حاجه انا كنت جاي عليها هسي. دعايه لمنو يعني قصدي انه انا قاصد الجزء. ايوه قاصد المحل. أيوة طبعا أيوة. في ناس يعني ما بس بكون منتظرين منك غلطه، قاصد ما قاصد بس دارين يضربوا المبادره دي باي طريقه. عشان الكلام ده نحن حذفناه ذاته ونزلناه ب 400. طبعا دي الشباب كلهم ما شاء الله في بحري وفي في الكباري خطت اليافطات دي كلها عشان الناس تقيف مع بعض. في مدني، في بورسودان، في الجبارة، يعني خرطوم بس. لا 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 ولايات. أنا كنت في بورسودان مبارح تغطية فل ما شاء الله. بورسودان ثقافة خلاص انتشرت، يعني بقت خلاص مش عندها علاقة بالمبادرة، بيقوا ناس بورسودان عندهم ناس غايدين الموضوع ده. بيقوا في مدني في ناس غايدين الموضوع، في ناس في شمال دارفور، في ناس في الضعين، في ناس في كسلة، في ناس في القضارف. خلاص الموضوع انتشر. الثقافة يعني انتشرت. طيب انت قبل ذكرت حاجة مهمة جدا اللي هي الحكومة برا ما بتقدر تشتغل. نعم. لابد من انه المواطن يعني حقه، لابد انه المواطن يكون قايم بدوره، دوره تجاه 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 كل الاشياء دي ومساند للحكومة. يعني دي مسألة مهمة جدا. يمكن في دول كثيرة جدا مسألة حتى متابعة صلاحية المواد خاصة الغذائية وكده متابعة مهمة جدا. فكيف انتوا قادرين تشوفوا المستقبل؟ شنو عايزين تخططوا له؟ شنو الثقافة اللي دارين؟ هل مسألة المقاطعة دي والموضوع ينتهي على كده، ولا عندكم تطلعات اكثر؟ لا اكيد احنا ما هدفنا، احنا تعرف الناس تغيرت تغيير توتال يعني. احنا ناس الحمد لله يعني كسودانيين مشهور لنا يعني اننا احنا من افضل الناس الكواليفايد والناس الناس الادوكيتد، ناس متعلمين يعني. فعندنا ناس انضموا لنا، ناس شغالين في التخطيط، في ناس شغالين في شغل الكواليتي، في ناس شغالين في شغل الكوست. فالناس دي بدات تنضم معانا فيه عشان يعملوا تكاليف حقيقيه عشان ما نظلم التاجر اذا الشغله ما بتغطي معه. فنحن ما هدفنا مقاطعه، مقاطعه دي سلاح واحد بس. ده سلاح. كيف ما تظلمه عشان لو ما غطت معه؟ ميكي تكون نحن نشوف السعر الحقيقي كم، تكاليفه كم يعني المنتج. يعني ما معقول زول بيتكلف معه 10 جنيه نقوم نحن نقول له وهو خاطر مثلا 20% تبقى 12 نقوم نقول له تبيعها بخمسه. ما كده يعني. أيوة. احنا ما هدفنا كده، هدفنا انه كده بس شنو
نشيل الوسط في النص ديل السماسر اللي بيعلوا لنا الاسعار، نربط المنتج مع المستهلك مباشره عن طريق الابلكيشنز، عن طريق الجمعيات التعاونيه. المهم في اساليب كثير متحضره حنستخدمها في الحاجه دي. فنحن ما هدفنا المقاطعه دي بس كبدايه، عندنا هدفين منها. الهدف الاول توصل للناس الجشعين والناس السماسر، ونحن خلاص الشعب بقى عارف وبقى فاهمكم، اعملوا حسابكم، درهم واحد. رقم اثنين الحكومه خطونا نحن كتأشير يا ناس الحكومه عليكم، خطونا من اولوياتكم. الحمد لله تشكلت، حيخطونا، انا متاكد حيخطونا من الاولويات على اساس انه مطلوب التواصل يعني. أي أي حيخطونا من الاولويات حقتهم. فالمقاطعه بس عباره عن سلاح انت بتستخدمه كبدايه، لكن في خطط انه نحن كيف نطور الخطه دي لقدام، كيف نقدم الشغل ده، وكيف نضع عليها خطوات وخطط استراتيجيه. حتى عندنا خطه على مستوى الشورت تيرم بسيطه، وفي حاجه على مستوى طويله المدى حيخشوا معانا يحسنوا. في ناس كثيرين بيقولوا لنا يا اخي انتوا ما كان تبدو حد، اصبروا شويه كده وبتاع. بقول لهم نو، بالعكس بقول لك في الاداره بقول لك ستارت ناو امبروف ليتر، ابدا حسي بعد ما تبدا بتشوف الجابات والمشاكل وين، تقعد تقفل فيها واحده واحده. لكن كان قعدنا نحن ننتظر لحد ما نصل عددنا مليون، وانتظرنا احنا لحد ما احنا نضع خطه استراتيجيه بيرفكت بنسبه 100% ما حنشتغل. طيب يمكن شغل زي ده في جهات حتكون معارضه له يعني بدون شك. فهل واجهتوا ناس اعترضوا على الموضوع ده؟ فعلا انا بقول لهم طبعا في نقطه مهمه جدا، اي مبادره واي ثوره واي حاجه بيكون في ناس معاكسين ليها. اذا كنت شغال في الخير حيجوا ناس الشر يضادوك، ولو كنت شغال في الشر حيجوا ناس الخير يضادوك. ما في زول طبعا دول يضادوك للاحسن يعني ناس الخير دول. يعني ده بيوريك انه في ناس يعني في النهايه يعني يجوا ضدك. ده قصدي يعني انه لازم تلقى ناس يضادوك. بل بالعكس انا شايفه ده مؤشر صحي، لما تلقى الناس بيخشوا ليك وبينتقدوك وبيحاولوا يكتبوا كلام نحن بنسميه خارم باري مساي كده ما منطقي. ده بيدل على شنو؟ بيدل على انه الموضوع ده سخن معاهم شديد خلاص. وانه في ناس بدوا يرسلوا ناسهم تحت امشوا حاولوا احبطوا الناس دي كده. الحاجه الجميله انا اول ايام كنت اي زول بكتب انه العرب غالي وانه كده 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 كده، فكنت برد لهم بتعب اني ارد عشان اوضح لهم انه نحن ما هدفنا الزول التاجر ولا كده. هسه حاليا والله العظيم ما قاعد ارد. الشعب اذا شفت برا شفت اعضاء الجروب والله العظيم ادي لك شفت حلول ما 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 ردم بالفهم، يرد له بالفهم حلول عديل، يرد له بالفهم ويرد له بالارقام ويرد له بطريقه منطقيه جدا. الشعب بقى عارف حقه. دي انا اكثر حاجه والله مريحه، انا بقيت مبسوط جدا انه طيب. بيجوا هم برا بيرد عليه. نحن يا باشمهندس زماننا انتهى، على الرغم انه جات الموضوع كبير ولو اديناه اليوم كله تكلم فيه ما بيكفي. تمام. ده جانب الاعلام اللي هو قناه طيبه قناتكم، واكيد بلا شك حاجه بتخدم في النهايه لصالح المواطن، ما هي من الاشياء اللي بتستحق انه الناس تقيف عندها، لانه في النهايه المواطن كلنا نحن المواطنين يعني بدون شك. شنو الكلمه الاخيره اللي حابب توجهها للساده المشاهدين؟ طيب. قبل ما نودعك اول حاجه عايز اشكر استاذ عبد الله مدسر، هسه حاليا هو برا الاستديو، كان مفترض يكون معانا يعني الليله. الرساله دار اوصلها انه عبد الله ده زول شاب من الناس اللي شعروا كده والعاديين الشباب ديل. تمام. ديل كانوا من الناس المؤسسين للمبادره كويس، ومن الناس اللي كانوا لهم دور كبير جدا في نجاح المبادره. حتى الناس كانوا يعني بيستخفوا به وكده في الاول. لكن الزول ده هسه حاليا عشان اوريك انه الشباب ديل لما تلقى لهم حاجه توظفهم فيها، الزول ده ماسك تنسيق الولايات كلها في الاعلام. ما شاء الله. يعني زول شاب عمره 22 يجي يمسك لك شغلانيه تنسيق للولايات كلها في الاعلام، ده يندل دي شغله بيقروا لها جامعات، وفي ناس بيجروا لها شهادات عشان يشتغل تنسيق الولايات والتوزيع وكده. عبد الله ده ماسك على افضل وجه، وشاب انا والله كنت متمني اني اخش هنا عشان اوري انه الشباب دي لما يلقوا فرصه طاقاتهم قدر شنو. حنجيبه ان شاء الله. لازم احنا معاكم، نحن نطالب من هنا انه لازم طوالي نجيب طوالي. الناس الشباب نوري انه الناس الشباب ديل كيف بيسدوا الفرقه، وانك ما نستخف بالشباب وانه شكله كيف ولا عامل كيف ولا كذا، الشباب ديل فيهم خير نعم لله. فدي النقطه الثانيه، انه الناس تقف مع بعض. في ناس حيتخاذلوا ما نشيل هم، الناس تواصل وناس ترمي قدام. في ناس حتشتري
آي عارفين الكلام ده، لكن في النهاية مهما كان إحنا الأكثر، إحنا عسى 115,000 برانا لو قاطعنا إحنا حنأثر على قوة الشرائية دي. شكرا جزيلا لك باشمهندس مجاهد جعفر، مؤسس مبادرة سودانيون ضد الغلاء، وكانت وقفة معك من خلال مبادرة مقاطعة اللحوم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. تحية. الله يكرمك.